watan. Yeah. Watan shoe. بس خلينا نخلص نزل الدم من كل اثنين جوا حتى في كل بالنسبة لمستقبل ولادنا، هيدا بلد قادر يأمن مستقبل ولادنا؟ نحن بدنا بلد حيادي ومستقل ونسترجع له سيادته، تحت لي أول شيء هالولاد الموجودين هون يلاقوا فرص عمل، والولاد اللي هاجروا واللي بعضهم عم بهاجروا يقدروا يرجعوا. مين مسؤول عن انفجار المرفأ؟ بفتكر أقل العالم صار يعرف مين مسؤول عن انفجار المرفأ، حزب الله هو المسؤول عن انفجار المرفأ. والقضاء واضح واضح انه القضاء ما عم يتقدم ولا خطوه بهيدا الموضوع، لانه الخاطف اللي هو حزب الله خاطف حتى القضاء وحتى خاطف القرار المستقل تبع القضاء. بدنا بقى بنعيش، ما بدنا شيء، نحن بننزل، نحن نزلنا من اول يوم مشان حقوقنا البيسكس، يعني بدنا كهرباء، بدنا شو عم نطلب؟ عملونا تبعوا السفارات، عملونا نحن مجرمين، قوصوا علينا، وبعدين يعني صرنا سنة ونص بالشارع وكل ميلة يعني الحياة عم ترجع لورا. احنا اتمنى نواب ووزراء لحتى هن يقوموا بالمهمة، حتى هن يحملوا رسالتنا، لحتى هن يوصلونا لبلد مستقل، سيد حر مستقل. شو عملوا؟ نحن خلقنا بالحرب، انا من جيل الحرب، خلقت بالحرب، تعلمت تحت الزيف تحت الرصاص. اهلنا ناضلوا بهيدا الوطن، اجتهم فرصه يفلوا وسافروا لانهم بحبوا هيدا الوطن، بدهم يضلوا بهيدا الوطن، ونحن كمان تجوزنا وعم نربي اولادنا، كمان بعدنا بزيت الفساد، بزيت الاجرام، بزيت عدم المسؤوليه، تحمل المسؤوليه. ما بدنا نفل، ما بدي اخذ اولادي كمان، انا عم ناضل، ما بدي اخذ اولادي كمان فل لبرا، يتركونا بسلام، يتركونا بسلام، يشتغلوا شغلهم، يحملوا مسؤولية هيدا البلد. كلهم كذابين، كلهم كذابين، كلهم حطمونا، حطمونا، خربوا لنا بيوتنا، رجالنا قاعدين ببيوتهم، رجالنا ما بقى في شغل، لو ما شوي الواحد مأسس، نحن الحمد لله بعدنا قادرين شوي ناكل، بس في ناس ربطة خبز ما قادرين يشتروا. يا عيب الشوم عليهم، بس بنقول لهم منكم لله. في سلطة فاسدة متحكمة بكل مفاصل البلد، بكل مفاصل الدولة. هيدي دولة صارت مهرية، مطلوب تغيير، مش النظام، تغيير هيدول الكراكيب الحجار يلي هن متحكمين بالنظام. مطلوب أول شغلة معاقبتهم ومحاسبتهم عن كل الجرائم يلي ارتكبوها بحق الإنسانية وبحق هيدا الوطن.